رغم أن الأوضاع في قضاء خانقين تبدو مستقرة هذا اليوم، لكن غالبية الكرد ما زالوا يطالبون بإبعاد القوات الأمنية عن مركز المدينة رغم دخولها قبل أيام، بعد أن تسببت بقتل متظاهر احتج على الأوضاع وإصابة 3 آخرين، فضلا عن المطالبة بإعادة القوات الأمنية إلى حدود عام 2014 وتسليم الملف الأمني للحكومة المحلية، أي أن تكون القوات القادمة خارج مدينة خانقين. هذا هو المطلب الرئيسي. المطلب الثاني وأعتبره مطلب مهم هو إجراء تحقيق سريع بحادثة استشهاد أحد المتظاهرين في التظاهر السلمية. حدثت المواجهات خلال التظاهرات السلمية أمام الشرطة بإطلاقات نارية على المتظاهرين، وللأسف استشهد أحد المواطنين، واليوم أنباء بأن هناك من الجرحى قد استشهد الشاب آخر. بناية قائم مقامية خانقين شهدت اجتماعا ضم محافظ ديالى مع القيادات الكردية والأمنية أسفر عن العديد من القرارات أبرزها إعادة الحياة المدنية ورفع المظاهر المسلحة وإناضة الملف الأمني في القضاء إلى شرطتها المحلية التي يترأسها ضابط برتبة عقيد من القومية الكردية، مع انسحاب قوات الفوج النموذجي إلى مواقع ثابتة في خانقين، فضلا عن محاسبة المتورطين بجريمة قتل أحد المتظاهرين، فيما أصبح قائد الفرقة الخامسة للجيش العراقي ممثلا لعمليات دجلة في القضاء. قطعا المظاهر المسلحة ستنتهي بالكامل من قضاء خانقين. إدارة ملف الأمني في خانقين بيد أو الشرطة الاتحادية اللي يمثلها عقيد هشام مدير شرطة خانقين، وبالتشاور مع له قائد الفرقة اللي سيكون متواجد باتفاق الجميع في قضاء خانقين في هذه الفترة. مقاتلون من البيشمركة طالبوا بأن تلتفت الحكومة الاتحادية إليهم ولا تنسى تضحياتهم، لأنهم مع الأسايش والقوات الأخرى أسهموا باستقرار خانقين. فهسه نريد من عندهم يخلونا القوات الأسايش يرجعوا القوات الأمنية، وإحنا البيشمركة يسوون لنا شارة. ما يصير إحنا قاعدين بالبيت، هسه إحنا صاحبين جهال وصاحبين، ما يصير إيجارات، ما يصير إحنا ظالين قاعدين بالبيت، كل شيء ماكو، ما ندري مصيرنا وين يروح، إحنا ما عندنا ذنب منها. قضاء خانقين الأكثر أمناً واستقرار قبل عملية الاستفتاء، لكن الأحوال تغيرت بعد ذلك، ولا يأمل أبناء القضاء إلا بحياة آمنة ومستقرة. من قضاء خانقين شمال شرق مدينة بعقوبة، عادل عنبقي، الحرة.